عشق مرات قدور دفع قدام يا تمن لك المعشوق يا تفتنا منكم لقيت الهمة نلوم أصحابك ويدينا تدفع نتراط نغنيك لو بتابك الفيكا ألقي وبس خوير كوديك وكيش مندي يوت كل العشق تابك ما دمنا من عشق مهما الجواري تجير لا كان ولا بيكون ينقص صفاتكم السامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بالخير. أهلا ومرحبا بالقاء الشمالي من رجال التعليم العام داعي طلابي الخامسة رعاية اللواء حقوقي حاتم الوسيلة البروفيسور التجاري مصطفى محمد صالح وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة شندي على مستمعنا الطالب عبد الله عمر عديدة من جامعة شندي. بسم الله الرحمن الرحيم. حرب واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى سبحانك فقنا عذاب النار رب ادخل النار فقد أخزيته وما للظالمين إننا سمعنا مناديا ينادى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخالف الذي استضافته جامعة شندي الكلمة الآن يعني الأستاذ أبو زرع عمر آدم والي ولاية نهر النيل الأخ الكريم وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخ معتمد محلية الشندي الأخ معتمد محلية المتمة الإخوة الوزراء الإخوة عمداء وطلاب القطاع الشمالي الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم السامية اسمحوا لي أن أرحب عبركم بضيوفنا الكرام الذين شرفونا اليوم مزينين ساحة النشاط الطلابي بجامعة الشندي عبر مهرجان التعليم العالي لإبداع الطلاب الخامس الذي أتى تحت شعار الطلاب أمل المستقبل. الحضور الكريم نحن في جامعة الشندي سعداء قاية السعادة أن نستضيف هذه الفعالية الكبيرة التي استطعنا من خلالها تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في البنيات الأساسية للنشاط الطلابي وإثراء المجال العلمي والمعرفي وإحداث تظاهرة طلابية كبيرة تستطيع أن تدفع بالنشاط الطلابي الهادف المعبر عن قضايا البلاد والطلاب بالصورة المثالية وأن يعمل على إعداد خريج ذو شخصية متكاملة الأبعاد. الإخوة الطلاب إنما قدمتموه من عمل تنافسي من عمل تنافس رياضي ثقافي علمي عبر عن قدرة طلاب السودان في التعبير عن قضاياهم وحرصهم على المكتسبات والموروثات الثقافية وإحداث التغيير الإيجابي والإضافة المعرفية في شتى المجالات. ولذلك نستطيع القول أنكم أمل المستقبل. وفي الختام لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل أولا ثم لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات مهرجان التعليم العالي لإبداع الطلاب الخامس القطاع الشمالي. وأخص بالشكر أيضا الإخوة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الطلاب. كما أخص بالشكر أيضا الأخ والي ولاية نهر النيل وأعضاء حكومته وكذلك الإخوة في محليتي شندي والمتمة. وأخص بالشكر الجزيل للإخوة في جامعات القطاع الشمالي وطلاب وطالبات القطاع الشمالي. وفي الختام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلاب في هذا المهرجان اليوم نرحب بكم وأنتم أهل الدار. تقدمون الطلاب، طلاب الوطن، قلب الوطن النابض. إذن أهلا ومرحبا بك السيد مدير الإدارة العامة لشؤون الطلاب دكتور محمد أحمد التجاني. دورة الجامعات العلمية الثقافية الرياضية لهذا العام في نسختها الخامسة تجد دعما ورعاية كريمة من السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تجد إشرافا كريما من رئاسة الجمهورية. السادة الحضور الكريم، بمقاماتكم السامية والعالية دابت الإدارة العامة لشؤون الطلاب على تنظيم هذه الدورة في نسختها الخامسة مستعينة بلائحة تم وضعها من قبل السادة عمداء شؤون الطلاب والسادة مشرفي الطلاب في جميع الجامعات، والتي تقسم هذه اللائحة بلادنا الحبيبة إلى 10 قطاعات، 5 قطاعات داخل ولاية الخرطوم وخمس أخرى خارج ولاية الخرطوم، وهي قطاع الشمال وقطاع دارفور وقطاع كردفان والقطاع الشرقي والقطاع الأوسط. ونحن في وزارة التعليم العالي الآن نختم العمل في هذا القطاع المميز وهو القطاع الشمالي، والذي يحتوي على 6 مؤسسات تعليمية، وهي جامعة شندي رئاسة القطاع، جامعة دنقلة، وجامعة وادي النيل، وجامعة عبد اللطيف الحمد، وجامعة الشيخ عبد الله البدري، وكلية شندي التقنية. تنافس وتبارى أبناؤنا الطلاب على المنافسات العلمية والثقافية والرياضية، تنافسوا على المنافسات على المجالات العلمية في 8 مناشط، وعلى المنافسات الثقافية في 16 منشط والرياضية في 11 منشط بلجان تحكيم من ذوي الخبرة والدراية من جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك من اللجان المهنية والمختصة في الولايات. بحمد الله نحن نختم اليوم هذا القطاع العاشر والأخير، قطاع الشمال، برعاية كريمة من السيد الوالي ومن السادة الوزراء والمعتمدين والسادة مدراء الجامعات بهذا القطاع. الحضور الكريم، لا يفوتنا في الإدارة أن نشكر السيد رئيس القطاع رئيس جامعة شندي مدير الجامعة والسيد أبا ذر عمر عميد الطلاب وأركان سلمه الأفاضل، ونشكركم جميعا حضورا أنيقا يزين هذه القاعة ويزين هذه الاحتفالية. نشكر الأسرة الكريمة التي صاحبت أبنائها الطلاب، كما لا يفوتنا أيضا أن نشكر أبناء شندي وكل الأسر التي استضافت الطلاب والتي وقفت على المنافسات في مراحلها المختلفة في القطاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوطننا سلام، والتاريخ تنشر.
تشكيل
كل الشكر لجامعة عبد اللطيف الحمد. بيئتنا تتنوع فيها الإيقاعات الشعبية، ويبقى إيقاع جابودي هو الحنين الواصل لثقافة الشمال. وأقدم مستقر تاني نوبر كل نقاش تاني كيرا أرقى جو تاني. إذا الفقرة القادمة هي غناء التراث، أداء طلاب جامعة دنقل، الطالب معاذ محمد، الطالب مهند عبد الغني، الطالب عكاشة مدي، الطالب محمد حسن، الطالب اليسع محمد، الطالب جعفر عثمان، وخلف آية الأورجن جد عباس. أنوبيون ما زلنا لنا لغة حضارية، ألا يا عشق نوبتنا أفيض الضوء سحرية. نوبيون ما زلنا نسير دفة التيار، ونبحر في مياه النيل، وفي الذكرى ملوك الدار. وترهاق يحدثنا بأن المجد في الأغوار، ولكن سنخرجه ونعرضه على الأنظار. إذن مجموعة جامعة دنقلة. Thank you.
Thank you.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ والي ولاية نهر النيل، الأخ وزير الدولة بوزارة التعليم العالي، الأخ معتمد محلية شندي، الأخ معتمد محلية المتمة، الأخ مدير جامعة عبد اللطيف الحمد، الأخ مدير جامعة وادي النيل، الإخوة ممثلي مدراء جامعة شيخ البدري، جامعة دنقلة وكلية شندي التغنية، الإخوة عمداء الطلاب بجامعات القطاع، الإخوة المشرفين على الوفود المشاركة، الإخوة أساتذة جامعة شندي، الأسر الكريمة، الإخوة وفد وزارة التعليم العالي بقيادة البروفيسور وزير الدولة، الإخوة في قطاع الطلاب، إدارة التدريب، إدارة التمويل والوفد المرافق، الأبناء الطلاب والطالبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جامعة شندي تكتمل اليوم وتكتمل زينتها بمقدمكم الكريم مشاركين ومؤازرين في ختام فعاليات منافسات القطاع الشمالي ضمن فعاليات مهرجان الإبداع الطلابي الخامس بشعاره الوساب والطموح الطلاب أمل المستقبل. هذه المنافسات المؤهلة للمشاركة القومية في المهرجان تشرفت جامعة شندي باستضافتها في الفترة من 22 إلى 25 من هذا الشهر، حيث أعددنا العدة باكرا لإيفاء هذا الحدث ما يستحق. فانخرطت الجامعة كلها إدارات وأساتذة وموظفين وعمال كخلية نحل تعمل ليل نهار لتهيئ البرنامج والمكان والضيافة للوفود المشاركة تنافسا شريفا بغايات كبيرة أدناها طموحات الفوز. ولقد وجدت الجامعة في استعداداتها تلك السند والرعاية من حكومة ولاية نهر النيل بقيادة الأخ والي الولاية، وما بخل الوالي ولا بخلت الولاية، حيث كون الأخ الوالي مشكورا لجنة عليا للمهرجان وباشر رئاستها بشخصه الكريم، فكانوا نعم السند وكانوا نعم الراعي. ونشكر الإخوة معتمد محلية شندي والأخ معتمد محلية المتمة بتكوين لجان على نطاق المحليات، فكانوا أيضا خير سند وخير عون. كما أنه كان لمجتمع محلية شندي ولمحليتي شندي والمتمة وقفات مشرفة شكلت سندا وعونا كبيرين للجامعة في هذه الفعالية. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة في الأجهزة السياسية والقومية والشرطية وقفتهم معنا في إنجاح هذه الفعاليات. ولقد كان للطلاب دور فاعل في كل اللجان، حيث انخرطوا صفا واحدا مع أساتذتهم يجهزون ويهيئون ويتأهبون لزملائهم الضيوف وإداراتهم. الإخوة الكرام، اجتمع أبناؤنا الطلاب من كل جامعات القطاع يتنافسون بشرف مبرزين مواهب وقدرات كبيرة في كل المجالات الثقافية والفكرية والرياضية. ثبت في النفس الطمأنينة بأن للسودان شباب حق له أن يفاخر بهم ويمنحونه الأمل بمستقبل زاهر بإذن الله تعالى. ولقد لمسنا خلال هذا الحراك الذي انتظم الجامعة في هذه الفترة تحقيقا كبيرا لأهداف هذا المهرجان،
السامي المتمثلة في خلق علاقات وطيدة بين الطلاب وتنمية مهاراتهم ومبادراتهم لتسير حياتهم جنبا إلى جنب مع مناشطهم الأكاديمية لتكتمل لوحة المستقبل بعون الله ومشيئته. إخوتي الكرام، كما أسلفت فإن ما حققناه وحقق أبناؤنا الطلاب من أهداف في هذه الفترة أكبر وألذ طعما من الفوز، فالجسور التي امتدت والمواهب التي تفتتت تظل أكثر رسوخا وعمقا. أما فوزنا الخاص هو وجودكم بيننا وسعينا لإكرام وفادتكم، فإن وفقنا في إرضاء بعض طموحكم فلله الحمد والمنة، وإن لم نرضكم فقد غصرنا ولا ننكر ولكم العتبة حتى ترضوا. أيها السادة الكرام، لا شك أن للفوز طعمه ولذته التي لا ننكرها، فمن هنا أبعث التهاني لأبنائنا الطلاب الأعزاء في